عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. لقد بعث الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج الأمة من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، وجاء بالشرع الإسلامي الذي دعا إلى حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض. ولكون الأصل في هذا كله هو حفظ الدين ونشره بين الناس وحمايتهم من الأعداء، فرض الله الجهاد في سبيل الله تعالى. نعم، كانت البداية هي الدعوة إلى الله تعالى بالحجة والبيان، لكن وقف أعداء الله تعالى في وجهها بكل السبل، حتى وصل بهم الأمر إلى محاولة الاغتيال، قتل النبي عليه الصلاة والسلام. عندها جاء الإذن بالهجرة ثم الجهاد بالسلاح. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. رواه البزار. قال الزمخشري: كان أبو بكر مضافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأبد، فإنه صحبه صغيرا، وأنفق ماله كبيرا، وحمله إلى المدينة براحلته وزاده، ولم يزل ينفق عليه ماله في حياته، وزوجه ابنته، ولم يزل ملازما له سفرا وحضرا، فلما توفي دفن في حجرة عائشة أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم. نعم، المطالع لسيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يكتشف أنه من أعظم المجاهدين في سبيل الله. شارك النبي عليه الصلاة والسلام في كل أقسام الجهاد في سبيل الله. شارك الصديق في الجهاد باللسان، والجهاد بالمال، والجهاد عند الحرب بالرأي والتدبير، وأيضا الجهاد باليد في الطعن والضرب. فهذه الأقسام الثلاثة الأخيرة نرى الصديق قد أصاب النصيب الأوفر رضي الله عنه وأرضاه. أما الجهاد باللسان
فلا يلحق فيه أحد أبا بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أكابر الصحابة أسلموا على يد الصديق كأمثال عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة. هؤلاء وغيرهم صناديد الإسلام وعباقرة التاريخ أسلموا جميعا على يد الصديق رضي الله عنه. فهذا أفضل عمل وأفضل جهاد، والجهاد بالمال فحدث ولا حرج عن بذل الصديق رضي الله عنه الذي سخر ماله كله خدمة لدين الله ونصرة لدعوة الله، فإذا به يعتق العبيد ممن أسلموا في مكة، وإذ به يجهز موكب الهجرة، وإذ به في يوم تبوك يأتي بماله كله، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول الصديق: أبقيت لهم الله ورسوله. أما الجهاد عند الحرب بالرأي والمشورة والتدبير، فوجدنا النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة في غزوة بدر، فقام أبو بكر فقال وأحسن، واستشاره في غزوة أحد، فقام أبو بكر فقال وأحسن، واستشاره في أسرى بدر، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر، وغير ذلك من المواقف. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استشار أصحابه أول من يتكلم أبو بكر في الشورى، وربما تكلم غيره وربما لم يتكلم غيره، فيعمل برأي أبي بكر وحده، فإذا خالفه غيره اتبع وأخذ رأي أبي بكر دون رأي من يخالفه. لقد كان الصديق رضي الله عنه أسد الصحابة رأيا وأكملهم عقلا، سبحان الله. أما القسم الرابع وهو الجهاد بالطعن والضرب والمبارزة، ذكر أهل العلم بالتواريخ والسير أن أبا بكر شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد كلها ولم يفته منها مشهد واحد، فشهد الصديق رضي الله عنه بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام في العام الثاني من الهجرة، وكان بجانبه، وقد ظهرت منه شجاعة وبسالة منقطعة النظير، وثبت الصديق مع رسول الله يوم أحد حين انهزم الناس، وكان الميدان فسيحا وكل مشغول بنفسه، فشق الصديق الصفوف وكان أول من وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما أراد بنو المصطلق غزو المدينة خرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وشارك الصديق غزوة الأحزاب، وكان يوم الخندق يحمل التراب في ثيابه رضي الله عنه. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة يريد زيارة البيت الحرام في كوكبة من الصحابة، كان على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وشهد هناك صلح الحديبية، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر مجاهدا إلى نجد وأمره على السرية، وعاد منتصرا كما بعثه إلى بني فزارة في سرية وأمره عليها، وعاد منتصرا. وكان الصديق رضي الله عنه ضمن المسلمين الذين ذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتمروا عمرة القضاء، وكان الصديق رضي الله عنه ممن دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، وثبت مع رسول الله في حنين فكان النصر المؤزر، ودفع إليه النبي عليه الصلاة والسلام رايته العظمى يوم تبوك وكانت سوداء. قال ابن كثير: ولم يختلف أهل السير
في أن أبا بكر الصديق لم يتخلف عن رسول الله في مشهد من مشاهده كلها. وفي كل هذه الغزوات والمشاهد كان الصديق يجاهد بعقيدة ويضرب بكل قوة ويبادر بكل ما أوتي من همه، وكان على استعداد لمقاتلة كل كافر عنيد حتى لو كان هذا الكافر من أهل بيته، حيث قال لابنه عبد الرحمن وقد كان كافرا في غزوة بدر: لو أهدفت لي لم أمل عنك. الله أكبر، أي لو ظهرت أمامي في غزوة بدر كهدف واضح لقتلتك، والله إن هذا لأمر عجب. إيمان كالجبال. وتعجبوا أكثر عندما طلب أبو سفيان من أبي بكر الصديق أن يجدد عقد صلح الحديبية ويزيدهم في المدة، قال أبو بكر رضي الله عنه: جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لو وجدت الذر تقاتلكم لأعنتها عليكم. صاحب محمد، أي لو وجدت النمل تقاتلكم لأعنتها عليكم. الله أكبر، اسمعوا الكلمة، شاهدوا الحكمة، تأملوا الحنكة. ما كل هذه الحرقة يا أبا بكر وأنت شيخ كهل؟ ما هذا الإيمان القوي بالحق الذي أنت عليه يا أبا بكر؟ قبل غزوة بدر اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه يدعوه ويناشده ويقول في دعائه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويستغيث حتى سقط رداؤه، فأخذ أبو بكر رداءه ورده على منكبيه وهو يقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. وقد خفق النبي عليه الصلاة والسلام خفقة وهو في العريش، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يعني الغبار. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس يحرضهم وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقد تعلم الصديق من هذا الموقف درسا ربانيا مهما في التجرد النفسي واللجوء لله وحده والجثي بين يدي الله سبحانه حتى يأتي نصر الله. وبقي هذا المشهد راسخا في ذاكرة الصديق وقلبه وجدانه، وسنراه حاضرا وواقعا في قتاله للمرتدين بعد ذلك. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو. ولعلنا نختم هذه الصفحة النضالية من أيام الصديق بشهادة علوية يسطر فيها أبو تراب علي بن أبي طالب كلمات صادقة خطها بدموعه، وهو يصف شجاعة الصديق حيث قام في الناس خطيبا وقال: يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال علي: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس. قالوا: لا نعلم يا علي، فمن؟ قال علي:
أشجع الناس أبو بكر رضي الله عنه، إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عريشا، فقلنا من يكون مع رسول الله لإلا يهوي عليه أحد من المشركين، فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. قال علي: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذته قريش، فهذا يجؤه وهذا يتلتله، وهم يقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا. قال: فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر. يضرب هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته، ثم قال: أنشدكم بالله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم. فقال علي: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ذاك رجل كتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه. سبحان الله، هذه الشهادة تعطينا ملامح واضحة عن شخصية الصديق وشجاعته النادرة التي شهد له بها الإمام البطل علي بن أبي طالب في خلافته، أي بعد عقود من الزمن، وما زال يذكرها علي، بل يتأثر بها فيبكي ويبكي من حوله رضي الله عنهم أجمعين. نجح الصديق أبو بكر، لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة، نجح الصديق أبو بكر. صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو